قبل 96 عاما، يعني عام 1344، هاي الحكومة الوهابية هدمت البقيع كما تعلم، وهذه المصيبة مصيبة حقيقة عظمى. مصيبة جدا عظمى، بس احنا المشكلة انه الانسان عندما يسمع المصيبة مرة ولا يفعل شيئا، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، تهون عليه المصائب. مثل افرض واحد لا سمح الله، لا سمح الله، هتك حجابه مثلا ابنتي ويتألم، اذا مرة ثانية هتك، مرة ثالثة، مرة عاشرة، ينبغي ان يزداد غيظا وغضبا. لكن كثير من الناس يعتاد على ذلك ولا على ذلك. احنا ينبغي انه كلما مر يوم أن نزداد ألماً وغضباً لله في هتك حريم أوليائه. لكن دشون 96 سنة شيء غريب يعني، وهذه المقدسات كما قلنا ليست للشيعة فقط، ماكو مسلم على وجه الأرض يرى صحة هاي الطريقة اللي يتعاملون فيها الوهابيين مع المرقد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله، مع البقيع الغرقد. تروح هناك تريد تقبل الضريح يقول لك يا كافر يا مشرك، أي مسلم ما يقول هالكلام. ومن أظلم من منع مسألة دعاء بصوت عالي يردع؟ أنا شخصيا عدة مرات شوية رفعت صوتي بالدعاء، إجا هذا الشرطي اللي هو كالحجاج يريد أن يضربني، وإذا تستمر بيضربك أيضا يجرك للسجن. أيضا مرة هم جرونا للسجن، أنا شوية أصررنا على موقفه فاعتقلوني للسجن، وكدت أن أحرم من الحج لولا بعض الأدعية اللي غيرت المعادلة. الشهادة ترفع صوتك بالدعاء ممنوع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولذا عدد من المفسرين فسروا وهو كذلك أنه سعى في خرابها، لا يراد به الخراب المادي فقط بل المعنوي أيضا، لأن عمران المساجد بذكر الله وخرابها بشنو؟ بمنع ذكر الله. والوهابية جمعت المصيبتين، جمعت جريمتين، هم هدمت قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ظاهريا، وهم منعت الناس من ذكر الله هنالك أيضا. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.